مرحبا يا أصدقائي، أنا اسمي حسن. ما رأيكم أن نختبر معلوماتنا؟ سأطرح عليكم 8 أسئلة، وعليكم أن تجيبوا على كل سؤال في مهلة قدرها 10 ثواني. هل أنتم جاهزون؟ هيا بنا. السؤال الأول: أين ولد الإمام علي عليه السلام؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أصدقاء. السؤال الثاني: من هي والدة الإمام علي عليه السلام؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أبطال، أنتم رائعون. السؤال الثالث: متى ولد الإمام علي عليه السلام؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أصدقاء. ما رأيكم يا أصدقائي أن نصلي على محمد وآل محمد؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. السؤال الرابع: ما هو الحصن الذي فتحه الإمام علي عليه السلام؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أصدقاء. السؤال الخامس: متى استشهد الإمام علي عليه السلام؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أبطال، أنتم رائعون. السؤال السادس: أين دفن الإمام علي عليه السلام؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أبطال، أنتم رائعون. ما رأيكم يا أصدقائي أن نصلي على محمد وآل محمد؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. السؤال السابع: ورد عن النبي الأكرم: يا علي، أنت قسيم؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أصدقاء. السؤال الثامن: أكمل: لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا. الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أصدقاء. نشكركم على حسن المتابعة، نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.